يعني الامور حتى هذه اللحظه طيبه يعني بالنسبه للنادي الاهلي، مفيش اي مشاكل بعد المباراه دي. عايزينك تطمننا على الشناوي. الشناوي بالظبط، يمكن الشناوي حتى هذه اللحظه هو وقع على عنق الرجل التثبيت المبدئي ان جزع جامد جدا في عنق الرجل، يعني مجرد ان احنا طبعا الدكتور خالد محمود لسه ما خرجش من اوف ليفت بالنسبه للعيبه النادي الاهلي، مجرد ان احنا طبعا نعرف التثبيت الاخير للشناوي، لكن التثبيت المبدئي والاول ان الشناوي عنده يعني العنق الرجل كده هو تحت ايه وهو بينزل بعد الكره اللي اوف اللي طلع فيها، لكن ان شاء الله باذن الله السلامه. علي لطفي النهارده يعني جات له بعض الكور اعجاب فيها بشكل كبير، لكن اكيد هتابعك كابتن اسلام واطمنك على الحاله الاخيره لمحمد الشناوي وحارس مرمى النادي الاهلي. ان شاء الله لما توصلوا بالسلامه للفندق تطمنا برضو على الفريق ووصوله الى فندق الاقامه. شكرا جزيلا يا كريم على وجودك معانا.